تعالى بقى نروح للاهلي اللي عمل اداء حلو حلو. هتيجي تقول لي انت، اقول لك يا عم انا احب الكوره الحلوه، ادي واحد. اتنين، انا اشجع اي نادي مصري بيلعب مع اي نادي غير مصري. هتيجي تقول لي فلان زملكاوي بس المفروض ما يشجعش، اقول لك لا يشجع. يعني الاهلي مثلا عمل اداء رائع امام مازيمبي في المباراه اللي جمعتهم النهارده العصر، وكان في الملعب هناك اللي هو تيبي مازيمبي في الكونغو. دي كانت المباراه بتاعه ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، واللي انتهت بالتعادل السلبي، والمباراه بتاعه العوده باذن الله هتقام في استاد القاهره ان شاء الله تعالى باذن الله سبحانه وتعالى. معانا على تليفون ناقدنا الرياضي الاستاذ شريف عبد القادر، اهلا بيك. اهلا بحضرتك واهلا بمشاهدينك، وكل سنه وحضرتك طيب ودايما كده بخير. وانت بصحه وسلامه، ربنا يخليك يا رب. انا زملكاوي يشجع الاهلي في اي مباراه. لا انا مش زملكاوي. انا زملكاوي بيشجع الاهلي في اي مباراه هيلعبها مع نادي غير مصري، فتلاقيني تمام. لو الاسماعيلي بقى هنشجع. متشكرين جدا على لا والله بكلم. انا بشوف ان دي الرياضه، الرياضه كده. احنا بنشجع وبتاع، وبعدين في الاخر خلاص نوادي مصري نشجعها علشان تعدي. يقول لك بس اصل ممكن ربنا يخليك. طيب قول لي تقديرك للمباراه بتاعه النهارده كان عامل ازاي، او تحليلك ليها، وتوقعك باذن الله للمباراه اللي هتتلعب عندنا هنا في استاد القاهره. دي افضل نتيجه في ظل الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي مؤخرا. ها دي افضل حاجه نقدر نعملها. النادي الاهلي منذ انتهاء افريقيا هتلاقي نجم المباراه محليا وافريقيا في كل المباريات اللي لعبها مصطفى شوبير. الله الله. كل المباريات اللي لعبها الاهلي محليا وافريقيا هتلاقي مصطفى شوبير، حتى المباريات اللي خسر فيها الاهلي كان قدام البنك الاهلي، قدام الزمالك اتعادل فيها، قدام انبي، كل المباريات الافريقيه هو خارج كلين شيت. لم يعني ست مباريات لعبها في افريقيا لم يدخل مرمى الاهلي هدف. هو نجم المباراه. ما شاء الله ما شاء الله. في مشاكل في وسط الملعب تحديدا، في مشاكل في وسط الملعب. النادي الاهلي غيابات مؤثره جدا في وسط الملعب، لما خط الدفاع خط وسط الملعب بالكامل مصاب ومش موجود في وسط الملعب، مروان عطيه، امام عاشور، اليو ديانج، كوكا النهارده اصيب اثناء المباراه، غيابات بالجمله، ايضا تراجع مستوى بعض اللاعبين خاصه في الخط الامامي، الاصرار على مودست في مباريات كتير رغم ملاحظاتنا على ادائه ومستواه اللي مش مرضي غير مرضي كمهاجم اساسي في النادي الاهلي. كل دي ظروف بيمر بيها في الفتره الاخيره، اضافه الى كل ده عناد كولر في تشكيل بعض المباريات واصراره على استبعاد لاعبين على مستوى او كانوا على مستوى جيد وتراجعوا بعض الفترات واصراره على استبعادهم لفترات طويله، كل ده اثر على نتائج الاهلي زي مين وعلى اداء افريقيا زي احمد عبد القادر، زي بيرستاو، زي كريم فؤاد، كل دي لعيبه كانت مؤثره بشكل كبير جدا. طب وليه في رايك ليه كولر بيعمل كده؟ بص، في بعض المدربين بعد الموسم الاول وبعد ما بيحقق نجاحات كبيره بيبدا يحب ويكره ويبدا يعتمد على مجموعه اللي حققت له الفوز او اللي حققت له النتائج الايجابيه، وبيبدا ياخد انطباع عن الكره المصريه ان انت ممكن باي لعيبه كنادي اهلي تكسب اي مباراه، وده اثر بشكل كبير جدا. يعني لما تراجع اخر اربع مباريات في بطوله الدوري النادي الاهلي، الاهلي خسران 8 نقاط من حوالي 12 بونت، يعني ضايع منه 8 نقاط من 12 بونت، فدي مشكله كبيره جدا في نتائج الاهلي ما بتحصلش. يعني وبعدين ايه بقى 8 نقاط مهدره في الوقت القاتل اللي هو كان بيشتهر بيه النادي الاهلي، يجيب جول في الوقت الضايع او في بلس 90 او الكلام ده، لا ده بيخش فيه جول في الوقت او جولين في الوقت القاتل امام بنك الاهلي، الانبي بيتعادل معاك في الوقت القاتل، الزمالك بيفوز عليك في الوقت القاتل، كل ده وبتفوز بالعافيه على زد في مباراه صعبه جدا. فانت لا نتائجك متراجعه بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره، ومفيش حد بيراجعه ومفيش مراجعه للاداء ده طوال الفتره الاخيره. كل ده مأثر بشكل كبير قوي. في ظل ده كله ان انت ترجع من مازيمبي ملعب سيء، درجه حراره عاليه، رطوبه عاليه، اصابات، غيابات، كل ده ترجع بالتعادل سلبي، دي نتيجه ايجابيه، ولكن التاهل لم يحسم، مباراه الاياب صعبه، المنافس ليس لديه ما يخسره. المنافس ليس لديه ما يخسره في القاهره، وهيلعب بشراسه اكتر،
وبقوة أكتر، فلازم يتعمل حساب دوت، ولازم التشكيل يبقى جيد جدا في مباراة الإياب، وتفضل أفضل العناصر. أعتقد إن مع مباراة الإياب هيبقى مروان عطية جاهز، بيرستاو أجهز، رضا سليم أجهز، حسين الشحات ممكن يكون جاهز في مباراة الإياب. طيب في رأيك، في رأيك إنه الأهلي هو اللي أداؤه بيتراجع، ولا النوادي التانية هي اللي أداءها قاعد عمال بيعلى؟ يعني أنا شايف أداء حلو بشوفه من فيوتشر، بشوف أداء حلو من بيراميدز، بشوف أداء حلو من زد. الأهلي اللي أداؤه بيتراجع، خلي بالك برضو في ظل برضو إن في ضغط مباريات كبير، الأهلي بيلعب مباريات كل أربع أيام، كل ده مأثر على حالة الإجهاد ومعاناة من الإصابات متلاحقة كل. لا لكن الأهلي يطمع أي فريق، يعني الأهلي بقى يطمع أي فريق إنه يهاجمه ويجيب فيه أهداف، خاصة في سير الأخطاء الدفاعية، في عدم وجود خط الوسط بشكل دائم بشكل مستمر، عدم ثبات المستوى، عدم ثبات التشكيل في بعض الأحيان، الروتيشن بيتعمل بطريقة مش جيدة. يعني أنا أعمل روتيشن بس أبقى مخلص المباريات، مش أعمل روتيشن وأنا وأجهد اللعيبة أو أجي على حساب لعيبة مؤثرة وأريحها. يعني ما تعمل روتيشن قبل توقف التوقف الدولي، أنت بتريح اللعيبة ليه؟ أنت عندك فقط توقف حوالي 15 يوم، فبتريح اللعيبة ليه؟ فبتخسر بونت، بتخسر بونتين تعادل قبل التوقف. طب إدارة النادي ما بتتدخلش في ده ليه؟ المفروض إن في تدخل في الكابتن محمود الخطيب تحديدا، وده حصل قبل ما يسافروا في القعدة أو لما حضر المران اللي قبل السفر، وواضح إن كان في رسائل صارمة جدا، وكان واضح برضو إن في تعليمات للعيبة إن الشغل الفردي والغيابات اللي موجودة، وكان في كلام بينه وبين كولر لا بيعلن عنه بشكل رسمي، ولكن واضح إن ده يعني النهارده مثلا موديس مستبعد خالص من المباراة، فواضح إن في توجيهات بده. يعني موديس النهارده ما جاش في المباراه خالص، ففي توجيهات بده. بيرستاو لقينا النهارده موجود في المباراه بعد غياب مباراتين، وفي كلام اتقال ان موديس ان بيرستاو ما كانش مصاب في مباراه الزمالك. لا في تدخل طبعا، كلام بس خطير، بيبقى غير معلن، يعني على اساس برضو ما نحسس ان الدنيا انهارت او بنهد المعبد. يعني تتوقع نتيجه ايه في مباراه استاد القاهره؟ ان شاء الله الاهلي حقق الفوز ان شاء الله. كام يعني؟ 2-0. يا رب يا رب، انا يعني ادوم صوت صوتك واتمنى ذلك. انا بشكرك جدا 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 استاذ شريف عبد القادر، ناقدنا الرياضي الكبير والمعروف. كل التوفيق بصراحه للنوادي المصري في اي مباراه، شدوا حيلكم يا رجاله.